بننتقل للسؤال الآخر، وهو سؤال افتراضي طبعاً. شفت والدتك عم تتعرض للضرب من والدك الفنان جوزيف عزار، بتهاجم والدك دفاعاً عن والدتك، بتطلعها من البيت فوراً وبتطالب بطلاقهم، أم بتحولها إلى قضية رائعة باعتبارك فنان وبتحاول إنك تشوه صورة والدك الفنان جوزيف عزار؟ ولا واحدة، بتركون هن يدبروا أمورهم. ما فيك مضطر تختار الأقرب. معقولة كارلوس يشوف أمه عم تتعنف ما يقرب؟ إيه يعني هي يمكن أول وحدة تدافع عنها، يعني تتفرقهم بين بعض. عم تخيل الصورة. فإذا منضوي أول. عم تخيل الصورة يعني كومبليتلي ديفرنت، شيء كثير مختلف عن اللي شايفه كل حياتي يعني. بس الحياة بنتوقع فيها كل شيء يا كارلوس. إيه هذا 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 مزحة. سؤال جديد، في حال تعرضت لحادث لا سمح الله، تتلقى أول اتصال من مين؟ الخيارات هني ديما أندلافت، كارس بشار، أم ندى أبو فرحات؟ الأقرب بيناتهم اللي بتصلوا اللي بتصلوا الخبريه. لا دائما في حدا اقرب. ثلاثتهم اكيد ما بيوفروا اي شيء من اللياقه او الواجبات. بس يعني اول اتصال بتتوقعوا من مين؟ خليك رح اقول لك ندى، بس يعني احتراما ل ل لقدم العلاقه بيناتنا، يعني انه بعرفها كثير من زمان لندى. فاذا ندى ايه. سؤال اخر، بستيلاتو شعرت بالغيره من مين؟ انت عارف شو عامل، يعني عم بتحط لي كل الاسئله يلي مش ممكن يكونوا موجودين لانه بحياتي ما غرت من حدا. خلينا نشوف الخيارات. قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، بديع ابو شقره. ايه بديع ابو شقره. ضولنا بديع، ليه؟ لانه كان يروح ويجي اكثر مني على لبنان. شفت في غيره كان يقضيها رايح جاي، يقول له انا يعني يا مزروب هونيك وانا مزروب هونيك. لا جي كنا نروح ونجي، بس هو اكثر يعني، لانه كانوا اذا بدك لوكيشناته محصورين اكثر. ايه فكان يقضيها بالطياره. سؤال جديد، الثنائيه الانجح بمسيرتك حتى اليوم مع مين؟ حققت ثنائيات كثير حلوه بمسيرتك كارلوس. الانجح بالنسبه لمين؟ بالنسبه لإلك. بالنسبه لإلي. خيارات هني ماجي بوغصن، ريتا حرب، ام ستيفاني عطله. ماجي لانه تكررت. فاذا والعالم حبه، يعني ان كان بالسينما او بديو الغرام، عم نحكي يعني فيتامين والعانه او بديو الغرام، وخاصه انه الغنيه بعد لهلا كثير منتشره، الغنيه قصتنا حبينا يعني اللي عملتها كارينا عيد، فهيدا المسلسل ولانه اجا من بعد سيلبريتي دواتس اترجم بالمسلسل. فاذا ضولنا ماجي بغصن. ومننتقل لسؤال آخر، نجمة الدراما الأولى اليوم بلبنان هي، بعدك حابه لهالتحدي؟ لا ما أنا من الأساس بقول لك ما بحبهم هول، بتحط لي احتمالات. طب هيدا هي التحدي شو بدنا نساوي؟ نادين نسيب نجيم، سيرين عبد النور، دانيلا رحمي. الأكثر انتشاراً اليوم نادين نسيب نجيم. ضولنا نادين نسيب نجيم. سيرين كثير عبالي شوفها ترجع تعمل شيء مثل اللي كانت تعملهم قبل، ما بعرف شو ظروفها. دانيلا عنصر ممتاز من المسلات يلي كثير اشتغلت على حالها، كثير اشتغلت على حالها، بلش باللكنه، يعني دانيلا اول ما اجت على لبنان كنت تفهم عليها كلمه ايه على الشلاق. صح. هلا البنت عملت طورت يعني عملت خط تطور كثير كبير، وبعد قدامها وقت كثير.